افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط السادس للصيانة والاعتمادية منتكون 2022. نعم، ذلك بمشاركة أكثر من 1500 من المحترفين العالميين والمهندسين والمتخصصين والمهتمين في مجال الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول. وخلال كلمة الافتتاحية رحب سعادة وزير النفط والبيئة بجميع الوفود الخليجية والعالمية المشاركة في هذا الحدث الدولي في نسخته السادسة في مملكة البحرين، وأشار سعادته إلى أن العالم اليوم لا زال بحاجة إلى الطاقة الأحفورية لتأمين الإمداد للطاقة، الأمر الذي يعد عاملا محفزا للشركات النفطية لضخ المزيد من الاستثمارات النفطية وتنفيذ مشاريع جديدة وتوسعات تشمل مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات الكبرى. أضاف سعادته الوزير أن المؤتمر في هذا العام جاء ليلبي تطورات التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي يحدث في مجالات الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول، لافتا إلى أن الحدث سيكون منصة مثالية يجمع المهنيين الدوليين والإقليميين والباحثين ومقدمي الخدمات والمستخدمين لاستكشاف أحدث ما وصل في عالم الرقمنة والاستفادة من الخبرات والمعلومات. وعلى هامش المؤتمر قام سعادة الوزير بافتتاح المعرض المصاحب الذي شاركت فيه أكثر من 70 شركة عارضة من 30 دولة من مختلف دول العالم، وذلك للاطلاع والاكتشاف على ما أحدث ما توصلت إليه في عالم الرقمنة. والتقى سعادته مع عدد من ممثلي الشركات العارضة المشاركة في المعرض المصاحب. المؤتمر هذا يهدف إلى نقطة أساسية ومهمة تعنى فيها جميع المنشآت الصناعية وغير الصناعية، حتى القطاع الإنشائي أو القطاع السكني اللي هو الصيانة والاعتمادية اللي هي maintenance and reliability. هذا القطاع مهم جدا في الحفاظ على طول مدة المنشأة، ومهم جدا في تخفيض التكاليف. والقطاع هذا قاعد يتطور بشكل كبير في اليوم الحاضر، يعني في الثورة الصناعية الرابعة تقدم حلول كثيرة في تقديم الحلول وتخفيض التكاليف وإطالة عمر المنشأة. فالمؤتمر هذا يعتبر المؤتمر السادس ويهدف إلى إيضاح أهمية نقطة الصيانة والاعتمادية وماذا وإيش الأجهزة الجديدة والثورة الصناعية الرابعة اللي تقدمها من أجل الخدمات الصيانة والاعتمادية بشكل عام. وقطعنا شوط طريق لأن صرنا أكبر مؤتمر عالمي مختص في مجال الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول. الهدف من المؤتمر هو نشر المعرفة، تبادل الخبرات، التواصل بين المحترفين في هذه المجالات الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول، بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة إلى نشر التكنولوجيا الجديدة في هذا المجال. المؤتمر جدا مهم بالنسبة لهيئتنا الحبيبة ومملكتنا الحبيبة، حيث يساعد في عملية تبادل الخبرات والمنافع والسياسات والمنهجيات على مستوى القطاع الخاص والقطاع العام في التشغيل والصيانة، وكذلك يتم مقابلة المقاولين والفنيين في هذه المجالات التي تساعدنا في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التشغيل والصيانة.